للمزيد من التحليل والمتابعة معنا عبر الهاتف سيادة اللواء أركان حرب محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان. يعني سيادة اللواء بعد التحية، شاهدنا في التقرير السابق للقوات المسلحة صور ولقطات من عمليات مداهمة قامت بها القوات المسلحة لمخابئ الإرهابيين في سيناء، وأعلنت أيضا في بيانها أنها قامت بقتل عدد من التكفيريين ومصادرة أسلحتهم. كيف تثمن هذه الجهود رجال القوات المسلحة، خاصة أنها تأتي بعد أيام قليلة من عملية بئر العبد التي يعني استشهد فيها عدد من رجال القوات المسلحة البواسل؟ أهلا بك يا فندم والسادة المشاهدين. هذا البيان اليوم بيتسم بالقوة، بيتسم بالشفافية والوضوح، حيث أن عندما المتحدث العسكري بيتكلم عن مقتل أفراد بنشوف صورة التكفيريين نفسهم، أو تدمير قيام القوات الجوية بتدمير عربات دفع رباعي أو أوقار للإرهابيين، كل ذلك بنجده قدامنا بالصوت والصورة، دليل أن القوات المسلحة من خلال العملية الشاملة سيناء بنجد أنها على كل الاتجاهات الاستراتيجية، ليس الاتجاه الشمالي الشرقي فقط، ولكن بنجد في الاتجاه الغربي وفي الاتجاه الجنوبي بنجد أن هناك أنشطة بتحدث. شفنا عدد كبير من التكفيريين تم القضاء عليهم خلال الـ 22 مداهمة و16 عملية نوعية، وده خلال أسبوع من الأسبوع الماضي فقط. بنجد أن هذه البيانات كانت في بداية العملية الشاملة، بيكون هناك بيان كل يوم أو بيانين في نفس اليوم، والعملية الشاملة والعملية الشاملة سيناء 2018 بدأت في 9 فبراير من 2018، كان كل يوم في بيان، لكن احنا منذ 3 أو 4 أشهر لم يكن هناك أي بيان، دليل على أن قواتنا المسلحة استطاعت أن تقضي على هؤلاء الإرهابيين وتدمر بنيتهم الأساسية. احنا شفنا البنية الأساسية للإرهابيين اليوم بالصوت والصورة، بنلاقي عربات دفع رباعي، وإزاي أنه تم تدمير 116 عربة دفع رباعي في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي. من أين أتت ومن أين تكلفة هذه العربات الدفع الرباعي؟ ده دليل على أن الإرهابيين بامتلاكهم لهذه المعدات والأسلحة وراءهم أطراف إقليمية ودولية وأجهزة الاستخبارات أجنبية، أي أن مصر بتحارب الإرهاب نيابة عن العالم، ومصر بتحارب المنتخب الدولي للإرهاب، لأن هناك جنسيات مع هؤلاء الإرهابيين. قضينا على الكتلة الصلبة، لكن كل فترة بتظهر بعض عمليات علشان تدي رسالة لمن يقومون بتمويلهم وتدريبهم أنهم ما زال لهم قلب ينبض وأنهم موجودين. ودائما هذه الجماعات الإرهابية يعني عملياتها بتقوم بها من خلال أساليب وتكتيكات ألا متوقع وألا معقول. أي قبل يعني النهاردة بنحتفل بالذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة، العاشر من رمضان، شهر رمضان الذي فيه طاقات روحية لا سقف لها، واللي كان استخدم كأحد يعني أساليب الخداع الاستراتيجي، لأن شهر رمضان كانت حتى عملية شهر رمضان والحرب تسمى العملية بدر، نعم، تيمنا بغزوة بدر، وكان فتح مكة في شهر رمضان، وأيضا كان حتى معركة عين جالوت وكانت في 25 رمضان. بالتالي بنجد أن العمليات اللي بنشوفها النهاردة بتقول أن القوات المسلحة مسيطرة، هناك منظومة تسليحية وسيمفونية كبيرة في القضاء على هؤلاء الإرهابيين. ولكن السؤال، متى ينتهي الإرهاب في سيناء؟ بنجد أن بعض هؤلاء الإرهابيين بيتواجدوا وسط المدنيين، والقواتنا المسلحة لها عقيدة هي عدم إلحاق الأذى بالأبرياء أو امتلاكاتهم، والمجتمع الدولي يجب أن هو يضرب بيد من حديد على الدول التي تدعم هؤلاء الإرهابيين. أشكرك سيادة اللواء أركان حرب محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان.